شدلاوي احمد الكاتب الاقليمي ديال الفيدراليه الديمقراطيه للشغل والعضو ديال في التنسيق النقابي الخماسي ديال جامعه الرباط. هذه الوقفه تجي بطبيعه الحال من بعد يعني سنوات، وحنا يعني من منذ المجيء ديال السيد الرئيس على راس الجامعه، وحنا حاولنا بجميع الطرق على اساس ان نحاولوا يعني على الاقل يعني ما طلبناش شي حاجه زايده، ولكن على الاقل يعني تحصيل المكتسبات اللي عند الجامعه. ولكن مع الاسف حنا بالنسبه لنا كتنسيق خماسي حنا الاول من بادرنا مع السيده الرئيسه وقعنا واحد البروتوكول ديال الاتفاق واللي اعتبرناه في حين على اساس انه هو السلم الاجتماعي على منظومه الرباط وما تمثله المملكه فيما يخص مع باقي الجماعات. ولكن مع الاسف التعنت ديال السيده الرئيسه يعني والانفراد بالقرارات ديالها، يعني اي حاجه اللي هي لصالح الموظف ما يمكن لها الا وبالتالي نحن بالنسبه لنا في التنسيق الثلاثي الخماسي وحنا كفيدراليه نعتقد بالنسبه لنا في تقديرنا ان هذه أسوأ يعني أسوأ يعني ولايه منذ الانشاء ديال وحده المدينه، لان فيما يخص الشق اللي تيتعلق بالموظفين لا على المستوى الاداري ولا على المستوى المالي، جميع يعني المكاسب هاد السيده ابت الا ان ترجعنا للوراء بسنوات اللي ما عمرها كانت. هذا الشق المالي والاداري كما قلت لكم باش رجعكم بروتوكول اتفاق اللي احنا وقعناه مع السيده الرئيسه واللي اعتبرناه بانه السلم الاجتماعي ديال العاصمه، ابت السيده الرئيسه الا انها جميع الالتزامات ديالها انها تهرب وتنصل من المسؤوليات ديالها. وتاع المستوى الشق الاجتماعي فيما يخص الموظفين هذه منذ التراس ديالها يعني رفضت يعني جميع الطلبات من اجل اللقاء ديالها مع المكتب التنفيذي ديال جمعيه الاعمال الاجتماعيه، وصرات على اساس ان هذه منذ المجيء ديالها مع يعني وقفات المنح على الجمعيه، وكذلك حتى فيما يخص المشروع السكني ديال الشله. فالسيده الرئيسه صراحه هذا الشيء اللي بالنسبه لنا احنا تنعتبره في اطار توجهات الساميه ديال صاحب الجلاله ويعني والدعم ديال اسس الدوله الاجتماعيه والدعم السكن، السيده تمشي ضد التيار. ومع فريد البصائر الكاتب الاقليمي للنقابه الوطنيه للجامعه الترابيه السي دي تي والنائب الكاتب الجهوي وعضو التنسيق النقابي الخماسي بالرباط، هاد الوقفة كتجي بعد الإكراهات اللي كتعرفها الشغيلة ديال الجامعة بالرباط. هاد الإكراهات كتجلى بعدة نقاط، منها المسائل المادية المعنوية الحريات النقابية. والسيدة العمدة المحترمة حنا وقعنا واحد البروتوكول اللي هو كامل متكامل اللي كنا كنأملوا يمشي على عدة سنوات، بما فيها الحرية النقابية، بما فيها التعويضات، بما فيها مؤسسة الحوار. ولكن للأسف الشديد كنلمسوا أن عدم الرغبة ديال الإدارة في تطبيق هذا البروتوكول. حنا نقابة كما قلت سابقا جادة ومسؤولة، وحنا نقابة تدافع عن الموظفين فقط ولا شيء غير الموظفين، حنا مع المصالح ديال الموظفين. حنا كنلمسوا عدة مسائل وعدة خروقات اللي لمسناها، منها التعويض ديال تي بي اس اللي استافدوا منه البعض، كاين اللي استافد شهرين، كاين اللي استافد 4 شهور، وهذا الشيء ما كيلقاش المساواة بين الموظفين، وكاين اللي ما خداش. حنا تي بي اس كما قلت سابقا عدة منابر إعلامية سابقا، أنا تي بي اس خاصنا كنطالبوا باش يدخل في الراتب الشهري للموظف الجامعي والموظفة الجامعية بالرباط، إسوة باقي المدن المغربية. حنا الدار البيضاء كتستافد من تي بي اس العام كامل، من السوايع الإضافية العام كامل، عينودة كذلك مثال، ومعزة كذلك مثال، قنيطرة، سلا، كلهم هاد المدن هذا كمثال عطيتكم على ود أن الرباط عنده واحد الخصوصية اللي هو ديما الموظف ديالو الجماعي أنه مقهور. وعكس ذلك ان الرباط هو شماعه كما قلنا مضيئه خاصها تكون لباقي المدن المغربيه اللي خاصو تعطى عليه المثل، منها كذلك امتحانات الكفاءه المهنيه. هذه امتحانات الكفاءه المهنيه لبعض الاخوان والاخوات الموظفين والموظفات انهم كيسقطوا 3 خطرات 4 خطرات، وهذا الشيء ما كنعتبروه انه حيف حقهم. وهاد الموظفين اللي كيسقطوا كنشهدوا لهم بالكفاءة
المهنيه ديالهم، ولكن ما عرفناش السبب. ديما كيسقطوا، هنا عندهم ثلاثه الخطرات اربعه الخطرات كيسقطوا، ومن حتى التدبير ديال هاد الامتحانات الكفاءه المهنيه. حنا كنا اقتراحات، حيت كان عندنا موظفين ديال البستانه، موظفين ديال الحاله المدنيه، موظفين ديال المكتب الصحي الى اخره. قلنا هاد الاسئله خاصها تكون مجزاه، ان كل مصالح خاصها تكون عندها الاسئله ديالها. ما يمكنش واحد المساحه الخضراء نعطيه الاسئله ديال الكفاءه ديال الحاله المدنيه او المكتب الصحي، والعكس صحيح. هذه اقتراحات ديال النقابات اللي كنا طرحناها، ولكن للاسف ما كتخدش بعين الاعتبار. وحنا كنطلبوا ان السيده العمده المحترمه تاخذ هادشي بعين الاعتبار، وتصرف الاخوه لجميع الموظفين والموظفات المستحقات الماديه ديالهم، لا من الطي بي اس كما قلت سابقا دخل في الراتب الشهري، ولا من المستحقات الماديه ديال اللي نجحوا في الكفاءه المهنيه، ولا الناس اللي استفدوا من الحد السلاليم السابع راه مازال ما تخلصوش ليومنا هذا. انا باقي القطاعات كلشي تخلص كلشي هذا، ولكن حنا راه عام وزياده مازال ما تخلصوش عباد الله في هذا السماح المادي. لهذا حنا النقابات جاده ومسؤوله، وديما فاتحين يدينا الباب للحوار. وتحيات حمدوش خالد، عضو وطني للنقابه العامه للشغل لا سي جي تي. بهذه المناسبه حنا اجتمعنا كشغيله جماعه مدينه الرباط في اطار المطالبه بحقوق مشروعه، منها الترقيات المتراكمه عبر سنوات من 2019 و2020. كنطالبوا بالتعويضات العائليه ديال الموظفين، كنطالبوا بالتعويضات الشاقه والملوثه اللي هي من حقوق الموظفين ايضا، كنطالبوا بالمنحه ديال جمعيه الاعمال الاجتماعيه اللي وقفت اكثر من 5 سنوات، كنطالبوا بحوار جاد مع الجهات المسؤوله، كنطالبوا السيده عمده مدينه الرباط بلقاء عاجل باش اننا نفتحوا هذه الملفات ويتم المعالجه ديالها في اطار يعني مشروع وقانوني، وفي اطار يعني جديه والالتزام بالمحضر، يعني نوقعوا واحد المحضر اللي يلتزم به الطرفان، وان شاء الله نوصلوا لنتائج ايجابيه وتلبيات حاجيات الموظفين. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.